بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة وارفريم. اليوم إن شاء الله يا شباب نستكمل سلسلة الشخصيات وراح نلعب مهمة سورتي كالعادة ونشوف إيش عندنا من هذه المهمات، وبرضه نختار ثلاث شخصيات ما لعبنا فيها في هذه السلسلة وإن شاء الله نختار شخصيات مناسبة. خلونا نبدأ. أوكي يا شباب، زي ما أنتم شايفين عندنا المهمات ضد الجرينير زي ما هو واضح. طيب المهمة الأولى عندنا هنا مهمة موبايل ديفنس، والإنمي عنده الدمج أو الدفاع عنده عالي، تمام، والدمج عندهم من نوع الفايرال، انتبهوا الفايرال ينقص الدم عندنا بسرعة. طيب المهمة الثانية عندنا اكسترمينيت في كوكب أورانوس، والشرط الموجود فيها راديشن هازارد. طيب المهمة داخل كوكب أورانوس، فاحتمال نقاتل بالأركوينج تحت الموية، تمام، فانتبهوا لهذه المعلومة. المهمة الأخيرة عندنا مهمة ريسكيو، والإنمي عنده أرمر، يعني تعتبر المهمة الأخيرة ما هي صعبة نهائيا. طيب المهمات طويلة وفيها شوية صعوبة، فيها شوية صعوبة، ماشي. نشوف عندنا المهمة الأولى، المهمة الأولى عندنا الموبايل ديفنس، راح نختار لها شخصية مدافعة قوية و راح اختار كورة، كورة ما لعبت فيها في السلسلة. طيب كورة أساسا تعتبر من شخصيات التفريم، لكن أنا عندي لها بيلد خاص بالمهمات هذه. لاحظوا الآن إنه ماكس رينج، أوكي هذا ماكس رينج، هذا البيلد عندي، وتقريبا هذا هو البيلد، ما راح أغير فيه أي شيء. طيب المرافق اللي عندي راح أستخدمه اللي هو المرافق هورس، فرص ممتاز مع كورة، ليش؟ لأنها تشغل الأبيليتي وتكون واقفة وهو يخفيها، يعني حتى لو كان في واحد بعيد ما يقدر يطلق عليها ولا يشوفها. الأسلحة، الأسلحة معروفة دائما أعرضها لكم، هذا سلاح الإجنس بشكل مختصر لأني دائما أعرضه لكم. بالنسبة للسلاح الثاني اللي هو سلاح النكر، وهذا هو البلد الخليط اللي فيه خليط فايرال، والمهم والسلاح الأخير اللي هو ستروفا، ستروفا يعتبر من أقوى الأسلحة فراح يفيدني كثير في هذه المهمة إذا جاني نوع من الإكسيموس وبعطيه طلقة واحدة وأقضي عليه. طيب بالنسبة للمدرسة، لا المدرسة راح أغيرها، بخليها مدرسة الزينوريك أكيد، لاني ما راح اقاتل بالابيليتي الخاص فيها، فراح بس اللهم اني احتاج انرجي داخل الجيم وبس. خلونا نشوف. طيب شباب زي ما تشوفوا رسبنا، you must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared for heavy resistance. اوكي طيب المهمه هذه يا شباب ما تعتبر مهمه صعبه، بس يبغى لك تختار موقع مناسب لتوزيع الشبكه الخاصه بكوره. ليش؟ لانه الماب ما يعتبر ماب كبير، ماب ضيق ويحصرهم في الممرات، فهمتوا؟ فأنا لازم أختار موقع مناسب للأبيليتي حق كورة بحيث إني أقدر أسيطر على المنطقة، يصير ما يوصل عندي إلا مين؟ إلا الإكسيموس بس، فيصير الإكسيموس على طول أجلده بسلاح ستروفا. أوكي خلينا، هذا هو المفتاح، نركب هنا شبكة ونركب هنا الشبكة الثانية، تمام. شوفوا الآن كيف وزعنا الشبكة في مواقع مناسبة. اوكي طيب زي ما تشوفوا توزيع الشبكه لازم يكون مناسب، فانا الان احط الشبكه هنا، تمام، والشبكه الثانيه احطها في مكان مناسب بحيث اني اغطي الممرات الخاصه فيهم. فشوفوا الان ما يقدر يجيني هنا الا الاكسيموس، فما ادري يعني اساسا بيجي ولا لا. ثاني شيء لما اشغل الابيليتي الثانيه يا شباب، هذا الابيليتي يزود الرينج، يعني مثلا انت تكون حطيتها في مكان مو ضيق زي كذا، فتحتاج انك تزود الرينج، اي واحد في الشبكه ارمي عليه الابيليتي الثاني يسحب لك مجموعه ثانيه، فهمتوا؟ فانت تقعد تراقب الدريشن وتراقب اللي هو الانمي وتشوف المكان، اذا كان المكان ضيق شوف لك واحد امسكه بالابيليتي الثاني دائما كذا بكوره. هذا اكسيموس ارقد، تمام، اوكي سحب علي شويه من الانرجي بس الامور تمام. اوكي المهمة مرة سهلة صراحة، والمكان مرة مناسب. خلينا نشوف مكان ثاني، يمكن نلقى مكان أصعب من هذا، نتكلم عن الأبيليتي الثاني. أما إذا كان الماب زي كذا بيكون الوضع مرة ممتاز، بس أنت عرفت الآن كورة إذا كان المكان وسيع، تمام، يعني مو زي كذا ولعبت بكورة، استخدم معاها الأبيليتي الثاني. أي إنمي ممسوك في طرف الشبكة ارمي عليه الأبيليتي الثاني، يصير إيش يسوي؟ يسحب الإنمي اللي جايين من ورا، فأنت تقدر تسيطر على منطقة أكبر. فهذه برضو من الاساليب اللي مره ممتازه مع كوره، فحاولوا انكم تتعلموا عليها. اوكي هذا المكان ما يعتبر برضو مكان كبير، ليش؟ لانه الممرات مقيده في الجهتين، يعني لو كان يجون من ثلاث جهات ممكن اقول صعبه، لكن نحط هنا شبكه، نحط هنا شبكه، كذا اتوقع اني سيطرت على المنطقه بالكامل. ايوه بالفعل كذا مسيطرين بطريقه مره ممتازه. زي ما تشوفوا صراحه كوره خلصت المهمه ايزي بدون اي مشاكل، ولا جاء اكسيموس على طول نعطيه بالسترافة طلقتين نقضي عليه. شوفوا الآن حطيت هنا الابيليتي الثاني، نشوف هنا، اوكي هنا ما في احد، لكن زي ما تشوفوا يعني الابيليتي الثاني لما تشغله يصير يمسك مين؟ يمسك المجموعة اللي بتيجي من هناك،
فانت الان عرفت كيف طريقتين لانك تزود الرينج عندك وتغطي على المنطقه. وكوره تعتبر مره ممتازه يا شباب في المهمات الدفاعيه اللي زي كذا. ماشي هذا كوره وهذا هو بلده. طبعا كوره نتكلم عن كوره بسرعه. كوره تعتبر من شخصيات التفريم وشخصيه مره قويه في مهمات ستيل باث. تعتبر من اقوى الشخصيات في مهمات ستيل باث وبصراحه انا العب فيها دائما. يعني اكثر مهمات ستيل باث دائما العبها بكوره ودائما تشوفوني في البث المباشر واتكلم عنها، بس يبغى لها طريقه فهم في تظبيط البلد للستيل باث. اما الان احنا نلعب مهمه ديفنس عاديه يعني مهمه حمايه فقط، يعني ما راح نقاتل. ففي فرق بين البلدات انتبهوا لهذه المعلومه. طيب عموما الان بختصر، الجهاز الثالث بيكون بنفس الطريقه، فانا ما بطول عليكم في الفيديو لان عندنا مهمه بعدها بتكون مره طويله اللي هي مهمه الاكسترمنيت، فبختصر. اوكي عندنا هنا اثنين اكسيموس كمان. القمو شوفوا كيف الستروفا يا شباب، شايفين كيف الستروفا؟ على طول قضينا عليهم. اوكي ما شاء الله تبارك الله خلصنا المهمه صراحه ايزي 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 بمعنى الكلمه. فكوره ما شاء الله مسيطر عليها بالكامل، فكان الجيم مره سهل ما في صعوبه. وهورس ما شاء الله شوفوا الان شايفين كيف مختفي وسطهم، فهورس يعتبر برضه مرافق مره ممتاز مع هذه الشخصيه. طيب كده الان يا شباب خلصنا المهمه الثانيه، عند المهمه الاولى عندنا المهمه الثانيه اللي هي مهمه اكسترمينيت اللي هي قتال في كوكب اورانوس. طيب المهمه هذه احيانا يجبرونك تقاتل تحت الارض يعني في المويه، تمام؟ فاذا كان خلونا نقاتل تحت المويه راح اوريكم البلدات كلها وراح استعرض لكم كل شيء، فانت لازم تستعد. يعني المهمات في كوكب اورانوس ممكن تقاتل في المويه وممكن تقاتل فوق الارض، فانتبه لهذه الاشياء. عموما نختار لها شخصيه من الشخصيات اللي ما لعبنا فيها، راح نختار لها شخصيه مقاتله وممتعه في نفس الوقت. اوكي نختار لها شخصيه مقاتله وممتعه. طيب شخصيه من الشخصيات اللي مره محبوبه ونسحب عليها فتره طويله في القناه اللي هي اكسكاليبر. طيب اكسكاليبر امبرا، ماشي خلينا نشوف. طبعا البيلد تقدر تسويه على اكسكاليبر العادي يعني ما عندك مشكله نهائيا. اتاكد بس من البيلد. اوكي هذا هو البيلد، بس بغير عندي اركين جريس واحط مكانها الاركين اللي هي ضد الراديشن هازارد، لانه شرط في المهمه اللي هو في دمج الراديشن في الماب، فانا راح اغير الاركين. اوكي هذه هي الاركين، نشيلها بدل جريس. جريس طبعا انا اقدر اهين نفسي بالميلي يعني ما عندي مشكله نهائيا. فعموما هذا هو البيلد، نشوف البلدات بسرعه. هذا بيلد سلاح الزار. طبعا سلاح الزار انا مركب عليه هذا المود يا شباب، تشتري من مهمات الاربتريشن من السوق حقهم، ما يخليك تطيح في الارض، فتقدر تستخدم السلاح يصير مع اي شخصيه ثانيه، فهذا المود يعتبر ممتاز. والبلدات تقريبا نفسها. اوكي تقريبا نفس البلدات ما في اي فرق نهائيا. المدرسه لا، المدرسه بغيرها بخليها النارمون. وين النارمون؟ ايوه هذه هي النارمون حقت الميلي طبعا، لانه انا قاتل بالميلي. تقريبا هذا هو كل شيء. المرافق بانزر. اوكي هذا هو المرافق حقي اللي راح استخدمه. بانزر ما يموت في الجيم، فاستفيد منه بس انه يهينني داخل الجيم وفي نفس الوقت ما يشغلني نهائيا، فكل ما يموت يقوم من نفسه ويقاتل معي. فخلونا الان نشوف ايش عندنا من هذه المهمه ونحاول نخلصها وان شاء الله نستمتع فيها. اوكي شباب رسبنا. اوكي طيب اول شيء بحاول اعبي عندي الانرجي بسرعه، ندوخهم. اوكي طبعا لو شغلت الميلي كذا ما راح تجيني انرجي، فانت حاول تقفله حتى تتعبى عندك الانرجي ودوخهم حتى تفلل. طيب الان نبدا نجلد. شوف الميلي دمجه مره قوي عليهم، وهذا ليفل 70 شايفين من ضربتين، فالامور زي الحلاوه. واكسكاليبر استلمهم بس، دوخ واجلد دوخ واجلد وانت مبسوط، فالامور زي الحلاوه. ولو احتجت انرجي خليهم يدمجونه، تتعبى عندك الانرجي وتجلدهم وانت مبسوط. فصراحه يعتبر فريم ممتع وقوي وحلو للمبتدئين، يعني هو بيكون عندك هذه الشخصيه في البدايه، فانت تقدر تظبط لها بيلد محترم تجلد فيه وانت مرتاح. طيب المهمه شكلها بتكون طويله، عدد الانمي 210. ماشي نحاول نلخص بشكل مختصر، ندوخ يا شباب ونجلد. شوف الدمج، وكل ما يكون عندك كومبو اكثر كل ما يكون دمجك اقوى، تمام؟ ويلا خلينا نشوف. طبعا احنا تكلمنا عنه اكسكاليبر في البث المباشر الخاص بالنايت ويف، وقلنا عنه انه مشينا في بث النايت ويف يا شباب في فيديو عندي في قناه البث المباشر اللي هو بلدات شخصيات الكواكب. لو تتذكروا في عندي فيديو في القناه اسمه بلدات شخصيات الكواكب، فانا في هذا الفيديو تكلمت عن الشخصيات اللي تتفرم من زعماء الكواكب ومن ضمنها شخصيه اكسكاليبر، وحطينا له اكثر من بلد في البث. فاذا كان انت عندك شخصيه فرمتها من كوكب معين
اوكي هذا متخبي هنا. عندك شخصيه من كوكب معين تمام وما لقيت لها بلد، البث هذا بيفيدك كثير لاني مو انا الوحيد اللي نزلت بلد، كل الشباب اللي كانوا معايا نزلوا بلدات لهم وتكلموا عنها، ففي اكثر من بلد واكثر من فكره للشخصيات من شخصيات الكواكب فقط، يعني مو شخصيات الكويستات انتبهوا. فان شاء الله راح نسوي برضو بث ثاني خاص بشخصيات الكويستات ونتكلم عنها، الشخصيات اللي تتفرم من نفس الكويستات. هذا متخبي هنا، ايوه تمام قضينا عليه. ايوه شوفوا يا شباب شوفوا في اكسيموس ايش اسوي، اقفل الابيليتي ادوخ الانمي واركز عليه، شوفوا الان هذولا ادوخهم ما يهاجموني فيصير ما قدامي الاكسيموس انتهى الموضوع، شفتوا كيف؟ فالحين ارجع اقاتل بالملي زي ما كنت. فلما تقول لك لوتس فيه هيفي يعني في واحد جاي يقاتلك من الاكسيموس، على طول دوخ الانمي وركز عليه واعطيه ما يتنفس قدامك نهائيا. فهذه هي طريقه اكسكاليبر، يعني لما تلعب مثلا مهمه طويله ويجيك اكسيموس تصرف معاه بهذه الخطوات. عموما المهمه شكلها بتكون مره طويله فانا بختصر وبشوف ان شاء الله بتكون ما يكون في قتال داخل المويه بس. اوكي يا شباب شكله بتكون المهمه داخل زي ما قلنا. اوكي في قتال في المويه، فالان في الحاله هذه راح استخدم عندي الطياره اتزال. الطياره اتزال تفيدك انك تختفي زي كذا تمام وتجلد، يعني لو كثروا عليك كل اللي عليك تسويه انك تختفي وتجلدهم بس، والامور زي الحلاوه. عموما الطياره اللي استخدمها الان اللي هي طياره اتزال، والسلاح اللي هو سلاح النيكروميك، تقدر تستخدم اكثر من سلاح مع هذه الطياره، زي عندك مثلا سلاح الفلوكتوس الموجود في الكلان، سلاح الامبراطور فاندال، يعني كثير من الاسلحه ممتازه مع اتزال. اتزال اي سلاح من اسلحه الاركونج يمشي معاها، ليش؟ لانك تختفي، شوف الان اختفيت شايفين؟ بعد كذا اجلد. فصراحه الطياره مره مريحه في القتال، ما تتعب فيها نهائيا، تختفي الوقت اللي تبغاه وتقاتل الوقت اللي تبغاه وامورك في السليم، فلما تختفي ما يشوفونك ولا يقاتلونك. فانا راح اختصر لان المهمه مره بتكون طويله داخل المويه وارجع لكم ان شاء الله. اوكي والله طولنا مره صراحه، يا سلام اخيرا اخيرا تمام. طيب خلصنا المهمات، انا راح اوريكم البلد ان شاء الله حق اتزال وحق السلاح اللي انا استخدمته، اعرضه لكم في النهايه لاني ما عرضته لكم. فعموما هذه هي المهمه الثانيه خلصناها، اخذت وقت طويل صراحه، اخذت 11 دقيقه، فانا راح اختصرها لكم في الفيديو، ما راح اخليها كامله فباختصرها بقدر المستطاع، وان شاء الله برضو الاتزال والسلاح حقها ما عرضته راح اعرضها لكم ان شاء الله في نهايه هذا الفيديو عشان تشوفوها كلكم. خلينا نشوف الان المهمه اللي بعدها، المهمه اللي بعدها عندنا اللي هي مهمه ريسكيو. اوكي مهمه الريسكيو صراحه باختصرها لاني تعبت في هذا السورتي، اخذت وقت في المهمات، فراح اختار شخصيه سريعه. وكالعاده قلنا مهمه الريسكيو تعتبر مهمات تسليكيه اساسا، فاكيد وكونغ ما فيها كلام، راح اختار لها وكونغ. وكونغ تعتبر من الشخصيات السريعه مره والمريحه في هذه المهمات وانا احبها صراحه. فعموما هذا هو بيلد وكونغ، اوكي نتاكد منه بس تاكيد نهائي، ايوه هذا هو البيلد يا شباب بدون اي تغيير. الأسلحة تقريبا نفسها، كل شيء نفسه ما في أي تغيير. يلا خلينا ندعس، هذه هي تقريبا كل الأشياء وهذه كل المعدات. المهمة الأخيرة بتكون مهمة مرة سهلة. ماشي خلينا نشوف، ماشي شوفوا يا شباب الآن شغلت أبيليتي التهكير تمام، عشان إيش؟ أي جهاز ألقاه بسرعة على طول أهكره بدون أي تعب. وشوفوا كونج يا شباب في التنقل جدا مريح، ما في شيء اسمه توقف ولا تتجه كذا ولا كذا، على طول طاير ويختصر لك الوقت. فأنا صراحة أحب هذا الفريم، كثير منكم بدوا يلعبوا فيه وفعلا اقتنعوا، فانا انصح فيه كثير من الناس اللي ما عنده مثلا شخصيات ممتازه. وكون فريم مره بطران، ومن الفريمات اللي انصح فيها برضو كثير من الناس اللي هي شخصيه زاكو. زاكو تعتبر من الشخصيات اللي مره ممتازه. طيب هنا يا شباب في ممر سري، لا تروح جهه البوابه، شوف فينا في ممر تجي من هنا تكسره وتدخل تمام. فالان احنا دخلنا اوكي وصلنا عنده، ماشي هذا هو الجهاز ان شاء الله يكون هنا، ممتاز كذا خلصنا المهمه. بس باقي نطلع من هذا المكان، راح اطلع من المكان السري اللي دخلت منه عشان ما يدخلوا مع البوابه ويدمجونا. ماشي من هنا الطريق نفس الكلام، اوكي تمام خلصنا المهمه تقريبا، ما عاد بقي الا مسافه بسيطه صراحه. بكونج يبدع، شايفين انتم؟ شايفين انتم الوضع؟ يعني مهمات اليوم ما تعتبر صعبة صراحة، ما تعتبر صعبة و يبغى لها شوية قتال يعني. يعني انا اخذت معايا وقت في الفيديو، ما شاء الله تبارك الله جانا مود دروب تشانس. طيب تقريبا هذا هو كل شيء عندنا اليوم، هذه فكرة السورتي باختصار. تكلمنا عن شخصية مدافعة كورة وتعتبر شخصية تفريم وشخصية قوية في الدمج، وبرضه شخصية مميزة في
في مهمات ستيل باث، فكورة تعتبر قوية. ثاني شيء شخصية إكسكاليبر، شخصية إكسكاليبر ما يهمه اللي في الأنمي نهائيا، بس أهم شيء إنك تعرف تلعب فيه. الوقت اللي تحتاج إنرجي خليهم يدمجونك على بلدي أنا طبعا، خليهم يدمجونك تجيك إنرجي، وفي نفس الوقت لما تقتلهم بالميلي راح تهيل نفسك داخل الجيم، فعندك إنرجي وعندك دم داخل الجيم وأنت مرتاح. الشخصية الثالثة اللي لعبنا فيها وكونغ، هذه شخصية سريعة. طيب من النصائح اللي أحب أنصحكم فيها إنه دائما حاول إنك تختار الوقت المناسب وتتابع لوتس إيش تتكلم فيه. زي ما قالت لي الآن بيجيك هيفي، إيش سويت؟ دوخت الإنمي، أشغلتهم كلهم وركزت على الإكسيموس وقتلته. لنفرض إنها قالتها وأنا ألعب بكورة، أعلق الإنمي وانتظر الإكسيموس وأجلده، تمام؟ فعموما هذا هو كل شيء عندنا اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا يا إخوان دعم القناة من اشتراك ولايك، ولا تنسوا يا إخوان نشر الفيديوهات بإذن الله. نشوفكم في فيديو قريب، السلام عليكم.